ننتقل لأخونا الشيخ حبيب، الله يحييك وأنت بارك الله فيك. الحقيقة عندي خبر أنك تحب مؤذني الحرمين وتحب أن تقلدهم، ونريد أن نشنف أسماعنا بأحد مشايخنا وبصوت أحد مشايخنا، ولك الخيار طال عمرك، تفضل. جزاك الله خير. الحقيقة كلنا نحب أذان الحرمين وليس الحرم المكي فقط. طبعا الأذان المكي يختلف عن أذان المدني. المكي حجازية والمدني مقام مدني معروفة يعني. ففي مسجدي في مكة كنت مع الشيخ سعيد بن مسفر، فكنت أحاكي المؤذنين القدامى يعني طبعا زي الملا والشيخ فاروق الحضراوي وأيضا الشيخ محمد خليل رمل اللي كان يتحفنا في أذان المغرب في رمضان. أيوة نعم معروف المعروف. نعم اللي هو علي ملا. أي نعم الملا والشيخ حضراوي والرمل وأيضا الشيخ حسان الزبيدي توفى قريب جدا، كان أذانه من أجمل الأذان. فأبدأ بالملا. احنا والله نحب الشيخ علي ملا ونصبح عليه بالخير وجميع مشايخنا من مؤذني الحرمين الشريفين والأئمة، نسأل الله أن يحفظهم ويبارك في أعمارهم ويبارك في جهودهم. تفضل الله يحفظك. نبدأ بالملا. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. هذا للشيخ علي ملا، للشيخ حسان الزبيدي. قبل لا تطلع للشيخ حسان، الشيخ علي ملا عنده في جملة الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر دائما يوم الجمعة في الحرم، ابدع تأخذ القلوب من مجامعها. نعم لعلك تأتي بالصلاة خير من النوم ولا تأتي بالأذان كامل. ايه عادي عادي ان شاء الله اللي ترى. الصلاة خير من النوم. الله الله. الصلاة الله. خير من النوم. الله يحفظ الشيخ. الله أكبر الله أكبر. لا الشيخ الله. بارك الله فيك. معروف فعلا اقول تاخذ القلوب بمجامعها. سبحان الله العظيم. الله انا اقول كيف يسمع انسان هذا الصوت الجميل صلاه الفجر، الصلاه خير من النوم، ولا يقوم من فراشه. الله اي والله والله اني اشوف ناس يسمع للملة هذا بالذات الصلاه والله يبكون من جمال صوته. ما شاء الله ما شاء أولا الله. وبعدين تعرفون الحرم يا أخوان. إيه نعم صدقت. كان روحاني والله يا أخي. نقلتنا يعني نقلة الله الآن على الهواء للحرم المكي. إيه والله الله هو. إحنا بدأنا بالملا لكن نعطيكم للزبيدي، للشيخ حسان الزبيدي يعني من كبار المؤذنين الحرم. ما شاء الله. المؤذن حسن الزبيدي. حسان الزبيدي أعتقد تعين عام 14، قعد 10 سنين وتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. كان صديق لنا وعزيز علينا. أيوة رحمه الله. مدرس واسع وجميع اموات المسلمين. تفضل. ودناها بس الاذان كامل الصوت انها ابشر ابشر. تفضل. يقول يبغى الاذان كامل. طيب ان شاء الله بس انا بس عشان الوقت. اي الوقت. طيب حسان الزبيدي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا للشيخ حسان الزبيدي. الشيخ فاروق الحضراوي اللي
كان يتحفنا في الحرم شيء عجيب. هذاك الصوت الرخيم. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله ما شاء الله عليك. حتى كحته اللي احيانا يجي له بحه كذا يعني جميله سبحان الله ما شاء الله. ونجي للمؤذن المعروف في الحرم الشيخ محمد خليل رمل الذي توفى في عام 1415 اعتقد انا نسيت يعني. المهم كان مؤذن يعني فريد من نوعه يعني سبحان الله يعني له طعم في اذان المغرب بالذات اللي هو كان يصلي بنا للشيخ عبد الله الخليفي. اي رحمه الله عليه. ايوه الله اكبر. ايام حلوه يا اخوان. الشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد بن سبيل. نعم. ابدا للشيخ محمد رمل يقول تفضل. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. طبعا الميكروفونات اللي بالحرم مو زي الميكروفونات المساجد. أي أكيد الحرم ميكروفونات. أيوة سبحان الله يعطي جمال حتى لو صوته ما هو جميل يجملها ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ حبيب الحقيقة.